سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. يلا سؤال 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 سؤال، يلا فريال فيفي شوف لنا هالشطار هادو. عندي لكم سؤال، في أي سنة في أي سنة أصبحت غردايا ولاية؟ الشطر الثاني من السؤال، في أي سنة أصبحت غردايا ولاية؟ شحال رقم ولاية غردايا؟ شحال؟ 44 41 شحال؟ 43 شحال؟ شحال؟ برافو 47، برافو برافو. عمو يزيد يحب يضحك معاكم. 47 هذه الولاية الغالية، هذه الولاية الجميلة، هذه الولاية المضيافة. أحبائي في أي سنة صبحت غردايا ولاية؟ ولكن الشطر الثاني من السؤال، شحال كان عدد الولايات؟ دركا يا أخي على بالكم شحال هم الولايات؟ 48 على بالكم؟ تخوفوني يا أخي على بالكم؟ 48 ولاية الآن، ولكن قبل ما تصبح غردايا العزيزة ولاية شحال كان عدد الولايات؟ وفي أي سنة صبحوا 48 اللي هي السنة اللي رجعت فيها غردايا الحبيبة ولاية؟ يلا شكون اللي جاوب؟ شوفي الشاطر هذا، يلا واسمك ولدي الشاطر هذا 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 لو في الوسط. واسمك ولدي؟ أيمن. أيمن شحال في عمرك أيمن؟ 12 اليوم؟ 12 سنة. 12 واش؟ سنة. سنة الله يبارك الله يبارك. شاطر في الدراسة أيمن؟ إيه. شحال جبت معدل؟ 12. المرة الجاية شحال؟ 13. برافو برافو ولدي راك فهمت الدرس. يلا جميل 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 جدا. عمو يزيد يحبكم تنجحوا فقط. إذا ولدي في أي سنة رجعت غردايا الحبيبة ولاية؟ 86 1986 1986 لا لا 84. دقيقة عاود لي الجواب في جملة مفيدة، في أي سنة أصبحت غردايا ولاية في سنة؟ 1984. برافو برافو برافو. ولكن مازال الشطر الثاني من سؤال،
شحال كان عدد الولايات قبل ما تصبح غردايا ولاية؟ 47. سما زدنا ولاية واحدة احنا، الجزائر العميقة الكبيرة الحبيبة، نزيدوا ولاية احنا، نزيدوا أكثر احنا. شحال كانوا؟ 43. لا 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 يا لا لا يا صديقي لا. يلا شحال؟ معلش تعال تعال، أروح أروح أروح، تعال أروح. شحال؟ دائما عمو يزيد في ورطة، لبس لبس، دائما عمو يزيد في ورطة كي يكون عندي هدية واحدة برك، والطفل يجاوب على الشطر الأول والطفل يجاوب على الشطر الثاني، كيفاش ندير؟ دائما في ورطة، دائما 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 دائما، عبالكم كيفاش ندير؟ نعطي له الهدية تاع الشطر الأول وأنا نجاوب على الشطر الثاني هكذاك باش ما تزعفوش. يلا معلش أوكي، يلا شوفي هنا، شوفي الشطر هذا، عبالكم واش راح ندير؟ جاوبوا على الشطر هذا ونزيد لكم الشطر الثالث في السؤال. يلا عبالكم غير الأسئلة السهلة. واسمك ولدي؟ أكرم. أكرم، شحال في عمرك أكرم؟ 12 سنة. 12 سنة، شحال جبت معدل أكرم؟ 10. كي راك تضحك راك خاربها، قول لي قول لي كي راك تضحك. قلنا شحال كانت من ولاية قبل ما تولي 48؟ 31. 31، واش هي الولاية رقم 31؟ وهران. وهران، تعال 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 لغواطة. لا لا يا ابني، وهران 31. أحبائي لازم تعرفوا تعرفوا الجغرافيا والتاريخ تاع بلادكم، هذا مهم جدا. تصيب الطفل يعرف الجغرافيا والتاريخ تاع الدول كامل، كي تجي في تاع بلاده تسيبه ما يعرفهاش. لا لا، لازم تطالع على كل هذا الشيء، تطالع على الجغرافيا على التاريخ على التضاريس على الجبال. يا أخي أحبائي بلدنا الشابة بزاف بزاف، جميلة جميلة جميلة، وفيها فيها ما يفتخر به. يلا تعال تعال تعالوا في زوج، تعالوا أروح ولدي أعطيه الهدايا تاعهم. شكرا. إذن ولدي تفضل. إذن شمس مهبول يعطيك هذه الهدية هذه الجميلة إن شاء الله، باش تبان في الكاميرا برك يصوروك باش تخرج شباب وهايل هكذا. عجبك الحال اللي راك هنا؟ الله يبارك. إذن شمس مهبول راعي هذا البرنامج يعطيك هذه الهدية الجميلة إن شاء الله تستفاد بها. أعطيه الهدية تاعو. إذن ابني رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذه الحصة هذه، يعطيك هذه الهدية الجميلة هذه إن شاء الله تستفاد بها. إيه إيه نعم. شكرا 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 شكرا. العفو 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 ولدي، تفضلوا تفضلوا. شكرا شكرا أحبائي، 31 ولاية لغاية سنة 1984. صبحوا 48 ولاية. وين صبحت غرب؟ تعالي 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 تعالي، واش راكي بنتي؟ آية. لاباس؟ قولي لهم اسمك. أسماء. الله يبارك، راكي فرحانة لك هنا؟ إيه. الله يبارك، تقعدي مع مو يزيد. يلا روحي نديرو لك مكان جميل جميل. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. تعالي. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كثيرا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، ثاء فاسد شهر شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. برافو، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يلا معايا تحية إجلال وتقدير لرجال الحماية المدنية.
أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار، ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء، يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء، يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء، يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. تحملت شد الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار، تحملت شد الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. برافو، تحية 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 رجال الحماية المدنية. أحبائي، حبيت في هذه الفرصة كذلك نثمن كذلك دور الأمن الوطني ودور الدرك الوطني في حماية الأفراد وحماية الممتلكات. أحبائي، كاين واحد النقطة مهمة جدا، لما تشوف دركي ولا رجل حماية مدنية ولا عون أمن ولا رجال الأمن، لازم مباشرة تعرف باللي هذاك الإنسان راهو جزائري. ممكن أن يكون جارك، ممكن أن يكون وليد خوك، ممكن أن يكون خوك، يعني ماهوش مستوردين. هاد الناس اللي صاهرين على الحماية تاعنا رم خوتنا، عايشين معانا، يقضيوا معانا، يروحوا نفس الدكان، يروحوا نفس المكان. يا أحبائي، ما لازمش نديروا في بالنا باللي هاد الناس هادو ماهمش كيما احنا. بالعكس هاد الناس رم منا، ممكن يكون خوك، ما كانش اللي ما عندوش فرد من العائلة
إما في الدرك الوطني ولا في الأمن الوطني ولا في الجيش الوطني ولا في الحماية المدنية. ناس هادو صاهرين على راحتنا يا أحبائي. واش راك ولدي لاباس؟ واسمك؟ حمان. راك فرحان اللي راك هنا؟ إيه. أيوة. تقعد مع أمو يزيد؟ إيه. يلا مادام راه معنا فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة راهم هنا، ماذا بينا نغنوا مع بعض أغنية ساعدني، تعرفوها؟ ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك، وأنا جنب لك جنب لك. أحبائي، حبيت بهذه المناسبة تحية لذوي الاحتياجات الخاصة حقيقة، ولكن التحية الأكبر للأولياء تحهم. والله تصوروا برك لحظة ما هي معاناة، معاناة ولي أمر، أب ولا أم تاع طفل عنده احتياجات خاصة. والله جحيم 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 جحيم. بالرغم ذلك تسيبهم واقفين على أولادهم ويضربوا، يحبوا يقريوهم، يحبوا يربيهم، يهضروا معاهم، يخرجوهم المانج، يخرجوهم يحوسوا، يخرجوهم ويتسعفوهم. والله يا أحبائي، أنا شخصيا وقفوا معايا وقفة تحية وإجلال لأولياء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. سي با فاسيل دافوار ان انفون هانديكابي، والله ما هي حاجة سهلة. إذا يا أولياء اللي عندكم أولادكم عندهم احتياجات خاصة، رانا متضامنين معكم، وربي ربي ربي إن شاء الله يقدركم، لأنه ماهيش حاجة سهلة. على بالكم يا أحبائي كاين حاجة، أنا دائما دائما أنا شخصيا عندي أخت في هذه الحالة هذه. إحنا في الدين الحنيف، على بالكم بلي الطفل لما يكون عنده إعاقة ولا عنده حاجة، الطبيب يقول لك قبل ما يزيد، يقول للأولياء، يقول لهم الطفل هذا راه عنده خلل في الخارج، ولا يطلبوا منهم يقول لهم هذا الطفل هذا تحبوه يزيد ولا ما يزيدش. ولكن احنا في الجزائر بحكم ديننا الحنيف، بحكم أننا لا نقتل الأجنة في البطون، يزيدوا ولدنا ويعيشوا معنا، وربي إن شاء الله يقدر الأولياء تحهم في التربية تحهم. تغنوا معايا ساعدني، يلا ساعدني ساعدني محتاج لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعدني كن جنبي وأنا جنب لك.
قاطع سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق قاطع سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وجنب لك. برافو 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 برافو. حبيت تقول لهم كش حاجه؟ يلا هاك واش تقول لهم؟ لا لا تقعد معايا برك. هيا قعد معايا يلا. لا قعد مع مويا زيد. حبيت تقعد معايا؟ الله يبارك الله يبارك. على بالكم اصدقائي اللي عندهم حاله تريزوميا تريزومي 21، والله أنا عاشرتهم وعرفتهم، عندهم واحد الحنان واحد الإحساس ما تقدرش تصوره، حنان رهيف رهيف. لذا من فضلكم يا أحبائي كي تلقوا مع أطفال عندهم حالة تريزوميا ردوا بالكم، لأنهم حساسين حساسين لواحد درجة ما تقدرش تصوره. إذن أحبائي
ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه تعرفوهاش. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه برافو أنه سيورثه. يا أحبائي الجار قبل الدار، الجار ثم الجار. على بالكم يا أحبائي عمو يزيد في الأغنية قولك اصرف على الجار الأذى. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عنده جيران من عقيدة أخرى كان دائما عنده حسن الجوار، حسن المعاملة. الجار وما أدرك ما الجار. أنا شخصيا نتذكر كي كنا صغار كنا نرجع من المدرسة ما نحوسوش نفهمه، إذا كان دارنا لا الأب ولا الأم متواجدين ندخلوا، ما كانش ندخلوا عند الجار، شغل داخلين لدارنا. والله غير عشنا فيه واحد الجو، جو جميل جميل جدا، حسن الجوار، حسن الجار. لا يعقل أنك تنام شبعان وجارك جوعان. لذا عمو يزيد لكم أغنية قل فيها جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. تغنوا كامل معايا، جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا معايا، جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الأنظار حالك أحسن طمني، قلي قلي ما الأخبار. حالك أحسن طمني، قلي قلي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار.
محمد حسن الجوار. شكرا 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 شكرا. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. يا أحبائي لا يعقل أنك ما تكلمش مع جارك حتى في العيد. يا أحبائي ديننا الحنيف دين التسامح، دين العفو، والعفو عند المقدرة. يا أحبائي اللي جاز على كلمة فات على روح، الإنسان لازم يكون متسامح. الإنسان المسلم الخلوق هو اللي كيتعفس عليه يقول لك اسمح لي، هذاك هو المسلم، هذاك هو الجزائري. كذلك الجزائريين شحال من مرة كي نعفس على واحد يدور هو يقول لي اسمح لي، والله هذه شفتها غير في الجزائر. يعني الجزائري متسامح. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو، بأكل مال أو بلباس. أي صفحة الخير؟ أغنية الخير يا أحبائي صفحة 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 كم؟ أين هي؟ صفحة عشرة. صفحة عشرة، برافو. إذن فتحوا الكتب صفحة عشرة. صفحة عشرة اللي عنده الكتاب عشرة، واللي ما عندهش الكتاب يحفظ. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يا أحبائي يلا معايا كامل. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو 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 أحبائي، برافو برافو. والله يا أحبائي الجزائري عنده الشيم، عنده قيم، عنده أخلاق، ولكن مرة على مرة لازم نكاكيو خوتنا، هما تاني كاكيونا. يا ابني هولي كيفاش تدير، هوليك ذكر، فإنما الذكرى تنفع مؤمنين. صدق الله العظيم. أحبائي لازم نذكروا بعضنا بعض. الإنسان لما يجي ينصحك معناتها أنه يبغيك، معناتها أنه يحبك. الإنسان لو كان ما على بالوش بيك ما ينصحكش، ما يقولكش. إذن ما لازمش نزعفوا من الناس اللي ينصحونا، خاصة الوالدين.
وخاصة اللي قراب لينا والمعلمين. كاين أغنية جميلة نحبك يا أمي، الوالدين وما أدراك ما الوالدين، أحبائي طاعة الوالدين. على بالكم يا أحبائي، لو كان تنظر برك نظرة مش مليحة في والديك، عرش الرحمن يتزعزع. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها: لا أقول لكما أف ولا أنهركما، نعاملكم بلطف ونطيع أمركما. برافو، نعاملكم بلطف ونطيع أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أي صفحة؟ حبك يا أمي صفحة 32. اللي عندهم الكتب واللي ما عندهمش الكتب يحفظوا. نحبك ماماتي، نحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. تعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانطيع أمركما، أنا عاملكم بلطف وانطيع أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، انتم حياتي وسر سعادتي. يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك. شكرا 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 شكرا. تعبت في تربيتي خلقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي. يا أحبائي يا أحبائي، الوالدين الوالدين وخاصة الأم، ما نقدروش نردوا خيرهم. يا لو كان ربي عيشنا 2000 سنة 3000 سنة 4000 سنة، ما تقدرش ترجع الخير تاع والديك. هما ما طالبين منك والو إلا الطاعة، طاعة الوالدين والبر بالوالدين. هذا ما كان شيء بسيط بسيط. ولا تقل لهما أف يا أحبائي، صدق الله العظيم. يا أخي أحبائي، طاعة الوالدين تفهمنا. كاين أغنية على الفصول، أنا اليوم رانا في فصل الشتاء بالصح، على بالكم راكم على المباشر في صفحة عمو يزيد، هي الصفحة الرسمية عمو يزيد، الصفحة الرسمية عمو يزيد، الصفحة الرسمية هذيك اللي فيها ما يقارب 700,000 مشترك، هذيك هي الصفحة. هذه الصفحة رانا نديروا فيها المباشر وكامل، ناس راهم يكلمونا من كندا، من الولايات المتحدة، من أوروبا، يقولون من غير المعقول أنكم في هذا الوقت من السنة الشمس ساطعة هكذا والناس راكم تديروا حفلات في الملعب. قلت لهم هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر تاعنا، احنا بلد ما كانش كما هو في العالم، ما كانش حتى بلد في العالم درك تقدر تدير فيه هكذا تظاهرة في الملعب إلا الجزائر. والله شيء جميل، وربي سبحانه موفقنا دائما، وخاصة كي يكون عمل للبراءة دائما، عمرنا ما تحت شتاء، عمرنا ما تغيم الحال، ربي سبحانه دائما وقف معنا لما يكون تكون الرسالة تاعنا الصادقة، صادقة للبراءة.
لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا لعمو يزيد واللي جاوا معاه كاملين. نشكر عمو يزيد على هذه المبادرة ونرجو أن يأتي مرة أخرى في ولاية غردي. شكرا ونسيت صلّى الناس الله صلاة نبيبة. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو عمو يزيد، جو مسي فينيان بون ترافاي. يعطيك الصحة. شكر جزيل لعمو يزيد وطاقم عمو يزيد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.